ومعادنا دلوقتي مع الرعب، والمرة دي تجارب حقيقية. هنعرض مجموعة من التجارب اللي حصلت لناس، جزء منها انتوا بعتوه وجزء احنا بالحوارات واللقاءات بنجيبه. خلينا نقول في البداية ان بالرغم من كم القصص والروايات اللي اتحكت على لسان اشخاص وعلاقاتهم بالجن، لكن معرفتنا بالجن احنا بالاخر لازم نعترف انها سطحية جدا. عالمهم محظور، صحيح في نقاط تلاقي بين العالمين اللي هو العالم بتاعنا والعالم بتاعهم، لكن الوضع خطر صعب انك تشوفه. بس قبل ما نبدأ، في سؤال: هل يمكن رؤية الجن؟ اولا في البداية لازم اقول ان الاصل هو عدم الرؤية، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وما اخبر به الله عز وجل لا ينفي رؤية الجن، ولكن يعني ان عدم رؤية الجن هو الاصل، وخلاف ذلك هو شيء غير طبيعي خارج عن المألوف. رؤية الجن ممكنة في حالات خاصة جدا، نقدر نقول ان هما مثلا ثلاث حالات. الحالة الاولى لما الجن يتشكل في صورة مادية، ممكن يتشكل في صورة حيوان أو طير أو حشرة أو صورة لإنسان، يعني إنسان، يعني مش صورة بمعنى الصورة، يعني شكل إنسان. صور التشكيل للجن الخبيث: القطط، تعابين، الكلاب. كمان إناث الجن بتهوى التشكل في صورة قطط زاهية اللون، عشان الأسطورة بتاعة الجن قطة سودة دي مش حاجة مسلم بيها. الحالة التانية اللي ممكن الإنسان يشوف فيها الجن هي حالة التلبس الشيطاني أو شرب الماء المسحور. الإنسان لما يكون ممسوس، الجن بيخليه قادر على رؤية مخلوقات الجن على صورتهم الحقيقية، وتفسير ده أن الإنسان الملبوس بيكون بيشوف بعين الجن مش بعينه هو. في حالة شرب مية فيها سحر، السحر بيعطي بصر الإنسان قوة وإدراك تمكنه من رؤية الجن على صورته الأصلية. والدليل على كده أن تم ملاحظة أن اهتزازات عين الشخص المسحور بتكون شديدة جداً، والاهتزازات هي اللي بتخليه قادر على رؤية عالم الجن، لأن سبب عدم رؤيتنا ليهم هو سرعة حركتهم وسرعة الذرات المكونة لأجسامهم. بمعنى إن أجسام الجن مكونة من ذرات سريعة الحركة، وإحنا مكونين من ذرات بطيئة أبطأ منها، ولكن ماء السحر بيمنح ذرات العين للمسحور وحواسه كلها قوة كبيرة تخليه قادر على إنه يشوف الشيء المحجوب عنه. الحالة الثالثة لرؤية الجن هو انه يظهر بارادته، وبيحصل ده في ظروف معينة، زي مثلا ان حد يقتحم مكان وفجأة، سواء مقابر او مساكن مهجورة او الخلاء. الانسان بيكون في الوضع ده اقل قوة، في تلك الحالة بيظهر الجن علشان يسيب فزع ورعب، واحيانا صدمة قد تسبب الموت. تعالوا نبتدي باول تجربة لندى. ندى من مصر الجديدة وبتقول: زمان كنت عايشة في المنيا مع أهلي في بيت العيلة، كنت في منطقة ريفية وفي بيت قديم، وفي العادة يعني في الصعيد بعد صلاة العشاء الحركة بتقل. كان عندي 17 سنة في الوقت ده، وفي البيت أول شهرين كان الموضوع عادي جدا، ولكن بعد كده بالليل كنت بسمع أصوات كتيرة متداخلة جدا، ما بين صرخات أحيانا، همسات أحيانا، ضحك أحيانا أخرى. كنت بسمع أصوات خبط على باب دولابي من جوه الدولاب. عارف يعني ايه تسمع صوت طالع من دولابك؟ طرقات وخبط. واكتر حاجة كنت هموت فيها، في مرة كنت رايح الحمام بالليل، وقبل ما اقرب لقيت صوت طرقات خفيفة من جوه الحمام المظلم والمقفول. متخيلين الاحساس اللي انا كنت فيه وقتها؟ حرفيا انا كنت بموت من الرعب والخوف. كنت بفضل تحت البطانية خايف ان انا اسمع او اشوف، ولما احكي لاهلي كل الكلام والردود: كابوس، متقليش قبل ما تنامي في الأكل، استغفري، صلي قبل النوم، أذكار المساء، اشربي مية ونامي، وهكذا. حاجة مفزعة مخيفة، خصوصا لما تحس إنك لوحدك، بس اللي شايف وسامع غير اللي مش شايف ولا سامع. بتحس إنك فقدت عقلك أو اتجننت، والأكتر رعب وفزع من ده ظلال الأشخاص اللي كنت بشوفهم هناك قرب الأراضي الزراعية. كنت بشوفهم بيتحركوا حوالي الساعة 3 بالليل لما كنا ببقى سهرانة علشان أذاكر. كنت أحيانا بلمح العيون الحمراء واللون الأسود اللي بيتحرك زي نسمات الهواء. تطور الموضوع لما في مرة كنا سهرانين وأنا طالعة فوق السطوح حوالي الساعة 12 نص الليل أجيب حاجة لماما، لمحت حد أو كيان واقف على طرف سور السطوح، شكله ثابت جدا ولونه أسود مش قادر أفرق شعر ولا جلد،
الشيء المرعب ده عيونه حمراء. شدة الخوف والفزع كنت مش قادر أتحرك من مكاني، والشيء ده عمال يتحرك ناحيتي، لا قادر أتكلم ولا أصرخ ولا أتحرك أصلا. كان كل ما يقرب مني كنت بحس بحرارة زي لهب النار. اللي أنقذني في الوقت ده والدتي، وهي بتقول مالك يا بنتي إيه اللي أخرك؟ صرخت وفقدت الوعي وقعت من طولي. لما فقت لقيت ماما وبابا جنبي وأنا في السرير وقلقانين جدا وخايفين عليا. حكيت وقلت لهم اللي أنا حكيته لكم دلوقتي، وقلت لهم أنتوا ما بتصدقونيش. خرج بابا ورجع مع شيخ الجامع اللي جنبنا، اللي مجرد ما دخل قال أعوذ بالله، أعوذ بالله من كل شيطان مريد، وطلب من أبويا يجيب مسك ويملأ أركان البيت كله بيه، وطلب من والدتي تجيب مية وحط فيها ملح وقرأ عليها بعض الآيات، وطلب من والدتي تمسح أرض البيت بالكامل حالا. أقسم بالله يا يونس سمعنا صرخات بتزلزل البيت كله، وصوت رزع وخبط في كل ركن في البيت، والشيخ عمال يقرأ ويقول آية الكرسي والفتحة والمعوذتين وبعض آيات من سورة البقرة، وبعدها صمت تام. بعد شوية الشيخ قرب وحط ايده على راسي وفضل يقرأ ويقرأ ويقرأ، وانا حاسة بدوخة وعمال اتاوب لحد ما خلص. صحيح ان بعد اليوم ده بقت الحاجات اللي بشوفها اقل، لكن الحقيقة انها موجودة، ومش عارفة لحد دلوقتي اشمعنى انا بالذات اللي بيحصل لي ده. نروح لتجربة عمر. وعمر عنده 24 سنة من محافظة اسيوط، يقول طول عمري انا مش من النوع اللي بيخاف، اصلا انا ما بصدقش اي حاجه غير لما اشوفها بعيني. كان عندي ادمان لقرايه كتب السحر والجن عشان نفسي اشوف واجرب. ومن خلال اللي قريته عرفت عن الجن اسماء وانواع واماكن واسماء كتب السحر المحظوره وهكذا. حوالي 4 سنين تقريبا وبعد موت جدي، ولما كنت بجمع الحاجات القديمه بتاعته علشان احفظها عندي، لمحت صندوق خشب عتيق شكله اثري، فتحته زي ما يكون في كفن، لقيت فيه كتاب وقماش، واضح من الغلاف لشكل الكتاب انه حاجة قديمة جدا. فتحت الكتاب قلقت، حاجة غير مبررة. الكتاب طلع كان كتاب سحر، بس نسخة اصلية ونادرة جدي محتفظ بيها من سنين، ومش هقول اسمه لانه غني عن التعريف وكلكم عارفينه. المهم انا كنت في قمة السعادة، معقول يكون معايا الكتاب ده اللي الناس كلها هتموت ويكون عندها النسخة الاصلية الحقيقية منه؟ قلت لا، ده ملكي ولازم يتاخد. رجعت الكتاب في الصندوق وقفلته واخفيته تماما جوه اوضتي، وبدأت ادور على النت. لقيت مكتوب ان هذا هو من اهم كتب السحر، ويقال أن مؤلف الكتاب واحد من أشهر من كتبوا في عالم السحر. مكتوب الكتاب الأصلي بالريشة وجزء آخر بخط الإيد، وفي الطرق الصحيحة والمحرمة في استحضار ملوك الجن السفلية وتسخير الأميرات وملكات الجن والقرين مكتوبة بداخل هذا الكتاب، ومكتوب أيضا طرق استخدام الجن في الكشف والانتقام والإخفاء موجودة في الكتاب. أنا بقى عندي إحساس البطولة وإحساس الفارس أن أنا عندي كنز وكتاب نادر خرافي. فضلت افكر وادور هعمل ايه. قلت هبدا في استحضار القرين، انا بتكلم ببساطه زي ما يكون هجيب واحد صاحبي يعني. دخلت الحمام، قفلت عليا الباب وفضلت قدام المرايه جوه الحمام، ومعايا شمع، وفي شمعتين على جنب المرايه، مرايه من ناحيتين، وفي ايدي واحده. وقتها كنا في شهر 8 وبدات اقرا من الكتاب، بالرغم علمي ان انا كده بعمل حاجه غلط، لكن مفيش فايده انا مكمل. الطلاسم اللي كنت بقراها انا معرفش بنطقها صح ولا غلط، هو فضول وخلاص. الغريب ان انا اول ما بدات اقرا ومع اول جمله حسيت بلسعه برد، برغم ان انا قايل لكم ان احنا في شهر اغسطس. كملت قرايه وانا حسيت باللسعه دي، وبدات احس بهواء او انفاس ورايا. كملت برضو قرايه، صوت في راسي مش قادر اتحكم فيه، صوت خارج عن ارادتي بالكامل بيردد الكلام وكانه صدى صوت ليا، ولكن صوت اجش اتخن من صوتي بشويتين ثلاثه. اتطفت الشموع فجاه مع بعض، وغرقت في ظلام دامس جوه الحمام. بدات اسمع صوت زي طقطقه ازاز المرايه اللي انا واقف قدامها. حقيقة انا مش شايف اي حاجه،
لكن صوت زي ما يكون الإزاز بتاعها بيتشرخ وهيتكسر أو يفرقع في وشي. جريت على باب الحمام وعند المفاتيح بتاعة النور ونورت نور الحمام، لقيت المراية كلها متشرخة زي إزاز العربية ما يكون بيجيله سرطان. الحقيقة ما كنتش محتاج دليل أكتر من كده أن اللي أنا عملته ده مصيبة. خرجت برا اتفاجئت أن المراية اللي في أوضتي كمان حصل لها نفس الموضوع. رجعت الكتاب الصندوق وقفلته وتصرفت فيه بعدها وقلت ابعد يا واد عن الشر وغنيله. قبل ما نروح للتجربة اللي بعد كده عايز أفكركم إن كتاب خبايا موجود دلوقتي في المكتبات وممكن يوصل لك لحد البيت. كتاب خبايا هو الكتاب الأول وهو بعنوان فرشة الموت. طيب تحصلوا عليه إزاي ومن فين وهكذا؟ خلينا أقولك. للطلبات تقدر تتصل على رقم 010-10-70-7700 010-10-70-7700 أو رقم 010-618-41655 010-618-41655. أماكن البيع والمنافذ موجود في دار سما للنشر والتوزيع 15 شارع يوسف الجنيدي باب اللوق بجوار مول البستان الدور الرابع. موجود في كافيه المعلم 5 عثمان بن عفان متفرع من شارع جزيرة العرب المهندسين. موجود في بيت الكتب بجميع الفروع. موجود كمان في جميع فروع أخبار اليوم، جميع فروع دار المعارف، جميع فروع مكتبة الأهرام، في المقطم ومترو الشهداء وفرع مترو الدقي للأهرام وفرع البحوث في مكتبة الأهرام ونادي الجزيرة والغردقة وفرع النادي الأهلي وفرع النادي الأهلي في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد. كمان موجود في مكتبة الأهرام فرع نادي المعادي ووادي دجلة وفرع نادي الصيد القطمية وفرع نادي الشمس وفرع نادي الزهور. وكمان موجود في جميع فروع مكتبة ديوان وجميع فروع مكتبة الشروق ومكتبة إبداع ومكتبة أقلام عربية ومكتبة مدبولي ومكتبة أديب في جسر السويس وعباس العقاد ومكتبة مايكروفون في الدقي في القاهرة، وموجود في القومية للتوزيع، وموجود في مكتبة رواية في الطلبية في فيصل، موجود في بوكس بايك في إرحاب ومدينتي، مكتوب موجود في مكتبة جدل في الهرم ومكتبة الفيروز في حدائق المعادي والكتبجية في المعادي ومكسيم التجمع الخامس وعصير الكتب في المنصورة والزقازيق واسكندرية. كتاب خبايا رقم 1 موجود في مكتبة بيت الكتب فرع كامب شيزار اسكندرية وفرع جليم اسكندرية ودكان الكتب في محطة الرمل في اسكندرية. كتاب خبايا 1 موجود في مكتبة حرس الدولية في اسكندرية ومكتبة سديم الاسكندرية ومكتبة الصحافة وومضة بأسيوط والمنيا ومكتبة إدراك بالمحلة وطنطا ومكتبة المصرية اللبنانية بالزمالك ومكتبة البلد في وسط البلد ومكتبة الكتبجية في المعادي. كتاب خبايا هو الكتاب الأول لسلسلة خبايا وهي سلسلة شهرية. الكتاب عبارة عن قصص رعب حدثت بالفعل ليا أنا شخصيا وليكم أنتوا كمان وكمان للمشاهير. والكتاب بيتضمن مسابقة شهرية والمسابقة بتكون جوائزها الفايز الأول بيحصل على 500 جنيه والفايز الثاني 500 جنيه والفايز الثالث بيحصل على مجموعة نادر فودة الكاملة ومجموعة من كتب الرعب أيضا هدية وموقعة مني. كمان في صفحة لخبايا على فيسبوك بالعربي اسمها خبايا مع أحمد يونس. تجربتنا اللي بعد كده صديقنا بيقول أنا اتولدت في قرية فقيرة من قرى الدلتا في مصر. القرية اللي أنا فيها كان ساكن فيها 2 إخوات عواجيز في السن كانوا عايشين في بيت قديم على ناصية الطريق اللي بيوصل لخارج البلد. الأختين كانوا كبار في السن وما كانوش متجوزين. خلال شبابهم كانوا بيشتغلوا في الأراضي الزراعية بيجمعوا المحاصيل والرز، ولما سنهم كبر عملوا أوضة في بيتهم لمحل يبيعوا فيه حلويات أطفال وده كان هو مصدر دخلهم الوحيد. كنت وأنا صغير متعود أروح هناك أشتري منهم زي عادة معظم أطفال القرية في الوقت ده. وفي يوم من الأيام واحدة منهم ادتني قطعة حلوى من اللي بيصنعوها وقالت لي دي ليك هدية من غير فلوس. أخدتها وأنا فرحان ومجرد ما أكلتها غبت عن الوعي. لما فقت لقيت نفسي مرمي في مقابر القرية. واحد من الأهالي رجعني البيت وأنا كنت مرعوب جداً. حكيت لأمي إن ما كنتش في المقابر وإن كنت عندهم، بس هي ما صدقتنيش وقالت لي أنت كذاب. تمر السنين والأيام وادخل الجيش، وبعد لما خلصت فترة التدريب نزلت زيارة ودي كانت أول زيارة ليا بعد المدة دي. كنت خلال الفترة دي مش عارف أي أخبار عن أهلي
وصلت القرية الساعة 1 بعد نص الليل بسبب أن العربية اللي كنت جاي فيها تعطلت في الطريق وأخدت جزء كبير ماشي. قريتنا في الوقت ده تقريبا بتبقى كلها نايمة ومفيش حد ماشي في الشوارع. كنتش خايف لأن أنا متعود ومتربي هناك. وأنا ماشي مريت في طريقي على البيت اللي فيه الأختين، مجرد ما قربت لقيت واحدة منهم خارجة، وأول لما شافتني صممت أن أنا أدخل أرتاح من المشوار وأشرب معهم الشاي. مرضتش أكثر بخاطرها، وخصوصا أنها بتعتبر يعني في مكانة جدتي. دخلت البيت وشربت معهم الشاي، وبعدين واحدة منهم قالت لي: تعرف يا ابني أنك اتولدت بعينين زرقاء ولكنك بقيت عينيك بني. استغربت من كلامها وما حطيتش في بالي، واستأذنت علشان أمشي لأن أنا عايز أشوف أهلي، ومشيت من عندهم. ولما وصلت بيتنا كلهم صحيوا من النوم. والدتي كانت مصممة أنها تعملي عشاء قبل ما نام، وأنا باكل حكت لهم أني شربت الشاي مع الأختين إياهم اللي على أول البلد. كلهم اتخرصوا ما نطقوش وقالوا لي دول ماتوا من أسبوعين نتيجة تسرب في الغاز، وماتوا مخنوقين من أنبوبة البوتاجاز وهم نايمين. لحد دلوقتي أنا مش عارف أنا قعدتش مع مين وشربت الشاي من إيدين مين. أمير جلال. أمير جلال بيقول: سنة 2015 سافرت الشغل في محافظة السويس. الشغل كان في فيلا واستمر لمدة أسبوعين، خلالهم كنت أنا اللي بخرج أشتري حاجات من السوبر ماركت اللي في نفس شارع الفيلا، وكنت اتعرفت على صاحبه اسمه عم حسين، عنده يجي 50 سنة. المهم بعد حوالي أسبوع لقيت عم حسين بيقول لي: أنت اسمك إيه علشان بنسى كتير؟ قلت له: أمير، أمير جلال. قال لي: طب أنت هتحلم حلم، بس عايزك تحكي لي الحلم الأول قبل ما تقوله لحد. بصيت له قال لي: أنا بتكلم بجد. قلت له: ماشي ماشي يا عم حسين. رجعت الفيلا وكملت الشغل، وفي نهاية اليوم نمت وحلمت حلم غريب. حلمت أن أنا ماشي في طريق غريب، وفي نهايته لقيت بيوت ومباني شكلها أغرب. وبعدين دخلت بيت لقيت جواه واحدة ست عجوزة، ولقيت شخصين قاعدين داخل البيت ولابسين عبايات بيضة مش قادر أحدد ملامحهم لأنها كانت يعني شبه ممحية مطموسة. لقيتهم قربوا مني وكتفوني، واحد منهم مسك آلة حادة وفتح إيدي. صرخت بصوت عالي من الألم لدرجة أن أنا صحيت من الحلم وأنا بصرخ ومسك إيدي الشمال، ولقيت أثر خدش جامد. تاني يوم بدأنا شغل ورحت أشتري حاجات من السوبر ماركت بتاع عم حسين. لقيته بيقول لي: احكي لي بقى الحلم. حكيت له الحلم، لقيته بيبتسم وبيكمل معايا تفاصيل في الحلم أنا كنت ناسيها وأنا بحكي. بعد نقاش دار بينا قلت له: بما أنك عارف التفاصيل أنت بتطلب مني أحكي ليه؟ وشمعنى أنا بالذات اللي اخترتني؟ وإزاي أنت عارف أصلا أنا بحلم بإيه؟ ما جاوبش على أي سؤال من دول، مشيت وتجاهلت الموضوع. لكن الحقيقة ما كنتش فاهم هو إيه اللي بيحصل. تاني يوم لقيت المحل مقفول، وفضل مقفول كام يوم ورا بعض. قلت جايز تعبان. نفس الليلة خرجت بالليلة اشتري حاجات، قابلت عيل صغير كان شايل شوال، ولقيته بيطلب مني أساعده واشيله معاه ووصله البيت. شلت معاه الشوال وبدأ يدخل في شوارع ومباني شكلها غريب، كانت تشبه لنفس الأماكن اللي شفتها في الحلم. وفي النهاية مشينا في شارع طويل، وفي نهايته لقيت باب بيت بابه مفتوح. مجرد وصولي للبيت اتجمدت مكاني، ضربات قلبي زادت لما شفت نفس الست اللي شفتها في الحلم داخل البيت ووراها موجود رجلين لابسين عبايات بيضة. رميت الشوال وطلعت أجري. السؤال المرعب هنا هو لو ربنا عز وجل لم يلهمني وافتكر مشاهد الحلم في اللحظة دي ودخلت البيت، كان ممكن اللي شفته في الحلم يحصل؟ ويا ترى كان هو ده البداية ولا ممكن حاجة تانية تحصل؟ والسؤال الأهم برضو هو أنا شفت اللي حصل قبل ما يحصل؟ معرفش. صديق لينا بيقول: أنا اسمي محمد، عندي 22 سنة، زي أي حد في الدنيا، إنسان في حاله ملوش أي علاقة بعالم ما وراء الطبيعة والحاجات دي اللي أنا نفسي بقول عليها، يعني في نفسي بقول عليها في الغالب خرافات. بس أنا غيرت رأيي. أيوة غيرت رأيي، لأن الحاجات دي فعلا موجودة، وأي حاجة نعرفها عن العالم السفلي وعالم الجن هي نقطة في بحر الحقيقة. بدأت قصتي لما توظفت في مهنة حارس مشرحة، يعني المهنة كده ورثة من أبويا الله يرحمه. طبعا بعد ما ابويا توفى كان لازم يشوفوا حارس جديد، وما لقوش احسن مني لان انا هور في المهنه دي، وخصوصا اني لما اتخرجت ما لقيتش شغل. هي مش حراسه مشرحه بالمعنى الحرفي، انا ضابط امن زي ما بحب يعني اسمع اسمي، لان لفظ حارس الامن ما بحبوش الحقيقه. قبلت الوظيفه بصدر رحب زي اي بني ادم اتوظف في شغلانه ما فيش غيرها ولا هيلاقي غيرها اصلا. عد اول يوم روتيني، كنت قاعد على كرسي على باب المشرحة لابس البدلة الميري وبشرب كوباية الشاي. لكن اليوم التاني كانت المشكلة اللي عمري ما كنت أتخيل أنها هتحصل لي أو أمر بيها.
تاني يوم كنت في حراسة ليلية، وبالليل الدكتور بيروح بيته وما بيفضلش غير السيكوريتي والتمرجي بس، وأي حالة وفاة بتجيلنا بيدخلها التمرجي التلاجة علشان الدكتور يفحصها في اليوم اللي بعد كده. أنا اعترضت في الأول إن أنا تناوب العمل بالليل، مش خوف ولا حاجة، بس عشان كنت متعود دوما أسهر مع أصحابي بالليل. بس هنعمل إيه؟ الشغل بقى أكل العيش، ومحدش يقدر يقول للشغل إيه؟ لا، قعدت بتاع حوالي ساعتين لحد ما طلع لي التمرجي وقال لي يا ابني أنا هنام شوية بقى في الأوضة، شوف بقى يعمل لك أي حاجة، لو جات حالة تعالى صحيني على طول. قلت له ماشي يا عم، أنت بتزعق ليه؟ في إيه؟ حاضر. ودخل ينام، وفضلت أنا قاعد في مكاني، والجو كان برد جدا في الليلة دي. من غير ما احس نمت انا كمان، وده غلط بالمناسبه. نمت وانا نايم حسيت ان انا مش قادر اتنفس، وانا بين النوم والصحيان وبحاول اصحى شفت ظل واحده ست واقفه قدامي بتبص عليا، وخنقتي زادت، عاوز انادي على التمرجي صوتي ما بيخرجش، عاوز اقوم متكتف مربوط في الكرسي من غير حتى حبل واحد، مش قادر اتحرك. من الاخر كل شويه احس برعشه في جسمي وهزه شديده. بدأت أسمع اللي ما كنتش حابب أسمعه، ناس بتصوت وناس بتنادي من جوة على أسامي ناس أنا معرفهاش، من ضمنهم اسم أبويا الله يرحمه. لحد ما التمرجي صحاني كنت غرقان في عرقي. حكيت له اللي حصل، اللي ياه ده حصل معايا زمان أول ما اشتغلت، ما تخافش ما تخافش مش هيتكرر تاني، خلاص هو في الأول بس. والحقيقة إنه فعلا كان في الأول بس وما تكررش تاني. ما تنسوش ان احنا دايما بنحاول نعمل عمل خير واحنا بنسمع الرعب، ونكون ايجابيين كده ونساعد غيرنا. لو عاوز تشاركنا في عمل خير، احنا بصدد اليومين دول ان احنا بنجمع فلوس دبيحة علشان هنذبحها او اكتر من دبيحة ونوزعها على المستحقين. طيب هتعمل ايه؟ هتحول على رقم فودافون كاش اللي هقولك عليه دلوقتي، 010-13-19-4944، 010-13-19-4944. تحويل مش تحويل رصيد، تحويل فودافون كاش، بتحول اي مبلغ، ومبلغ منك على مني على منك على مننا كلنا نقدر نجمع المبلغ المطلوب، لان الدبيحة طبعا زي ما حضراتكم عارفين غالية. الرقم اللي هتحول عليه هو 010-13-19-4944. نروح لتجربة مصطفى. مصطفى بيقول لما كنت في إعدادي أختي الصغيرة وهي بتلعب لقيت قماشة ملفوفة بطريقة غريبة زي إحجاب، لما ماما شافتها قالت لها ارميها في مكان بعيد، وقتها ما كنتش عارف ده إيه، بس بعد كده عرفت إن ده حاجة زي إحجاب أو عمل مدفون في الأرض. أنا قلت لأختي بلاش تروحي ترميه وهاتيه وأنا ارميه مكانك. أخدته، كنت عايز أعرف إيه اللي جواه. رحت مكان بعيد وفتحت القماشة لقيت فيها حتة عظم مش عارف بصراحة عظم إيه، ومرسوم على القماشة من جوه نجمة عاملة زي نجمة داوود، ومكتوب حواليها وجواها كلام وحروف كتيرة مش مفهومة بلون أحمر. خفت ورميت القماشة واللي فيها بعيد ومشيت. نفس اليوم بالليل أهلي راحوا يزوروا جدي، وأنا كنت في البيت لوحدي وكنت راجع من الدرس بعد يوم طويل، والساعة كانت 9 بالليل. كنت جايب معايا أكل لأن أنا جعان وماكلتش طول اليوم. وصلت البيت وقفلت الباب ورايا وحطيت الأكل ورميت نفسي على الكنبة من كتر التعب، ونسيت حتى أن أنا جعان وجايب معايا أكل ونمت. سمعت صوت خبط وهبد على الباب زي ما يكون حد بيكسره من بره. فقت وبصيت حواليا سمعت صوت ضحك عالي. قمت بسرعة عايز أفتح وشوف مين اللي بيخبط على الباب. بصيت من العين السحرية لقيت ظل أسود شبه زي ما يكون بيروح وبيجي، لكني مش شايف حاجة. بعد كده الصورة وضحت وشفت بني آدم واقف بظهره، شعره طويل مغطي نص ظهره، وجسمه زي الجسم رياضي كده كبير. بعد كده اتحرك وراح لآخر الحتة التانية من الطرقة اللي قدام الباب ولف. لما لف أنا عمال أبص من العين السحرية مش عارف أركز في ملامحه، عناية مزغللة مش عارف فعلا أركز وأشوف إيه. بصراحة خفت. بعد كده الباب خبط تاني ورزع رزعتين، وهو بعيد ومش جنب الباب، هو واقف بعيد لكن الباب بيخبط. جريت بسرعة شغلت قرآن، كل حاجة سكتت وراحت. هل ده كان السبب اللي أنا عملته ولا إيه؟ الله أعلم. وأنا ما أحبش أبالغ في اللي حصل وأقول لك إن أنا شفت أو ما شفتش، أنا ده اللي شفته بالظبط يا عم يونس.
روان بتقول: تجربتي غريبة، أنا عمري 17 سنة، أنا من النوع اللي بيحب الليل والسهر وبحب أضلم الشقة كلها، ما خليش غير نور المطبخ اللي في آخر البيت وكمان نور التلفزيون اللي في الأوضة اللي أنا قاعدة فيها. جدتي متعودة أنها من وقت للتاني تيجي تزورنا وتقضي كام يوم معانا. في اليوم ده أنا كنت قاعدة في الأوضة وجدتي كانت عندنا في البيت وكانت نايمة على السرير، كنت قاعدة عادي لوحدي بتفرج على التلفزيون وباب الأوضة مفتوح. لفت انتباهي حاجة، لقيت جدتي واقفة في الصالة وماسكة حاجة في ايدها واقفة بتبصلي، ولا بتتحرك ولا بتعمل اي حاجة، كأنها متجمدة. ببص على السرير جنبي لقيت جدتي نايمة في مكانها. طبعا اترعبت ومت في جلدي، الحاجة اللي واقفة في الصالة ملهاش اي ملامح، هي بس لبس جدتي وهيئة جسمها. انا مش عارف اعمل ايه ولا اتحرك ولا اقول اي حاجة، انا متجمدة ومتخشبة مكاني. يعني شوية ومستنيه ان الشيء ده يتحرك او يحصل اي حاجة، وخايفة صوت وخايفة اعمل اي حاجة لالفت نظره. لحد ما لقيت جدتي بتتحرك وبتتقلب على السرير، ومع تقليبة جدتي على السرير لقيتها بتقول وهي نايمة: استغفر الله العظيم، يا رب عفوك ورضاك. مع الجملة دي والذكر ده الشيء اللي موجود في الصالة اختفى تماما. نروح لرشا. رشا بتقول: في 2001 كانت أول سنة ليا في الجامعة وكنت في سكن طالبات، كنت وقتها أنا وبنت تانية في الأوضة اسمها نرمين. أول شهر قضيته ما كانش فيه حاجة غريبة يعني، لحد ما في يوم نزلت كم يوم أجازة كده ورجعت. لما رجعت عرفت أن نرمين اللي معايا في الأوضة وقعت ورجلها اتكسرت. رحت زورها وأنا مش في دماغي أي حاجة، لكني اتفاجئت بيها بتحكي لي حاجة خلتني خايف واسيب الأوضة. قالت لي: كنت نايمة وصحيت بالليل على أن في حد قاعد في آخر السرير جنب رجلي، كنت بفكر أن أنا بيتهيألي لحد ما مسك رجلي بإيده. بعدها أنا مش شايفة حاجة، لكني حاسة بضغطة الإيد على رجلي. عايز أقوم خايفة، عايز أتحرك خايفة، لكن استجمعت قوتي وشجاعتي وقمت قايمة من على السرير، لكن لقيت حاجة بمنتهى العنف خبطتني على ظهري، اتكعبلت وقعت على وشي في الأرض. جيت أقوم الحاجة التانية رجعت مسكت إيدي وضغطت وفضلت تضغط تضغط لدرجة إن أنا سمعت صوت عظم بيتكسر. كنت في الوقت ده عمال أصرخ ولا حد سمعني، لحد ما فين وفين سمعوني ودخلوا عليا، واللي قالوه إن أنا وقعت من على السرير ورجلي اتكسرت. لكن والله والله أنا ما وقعت بالطريقة اللي هم بيقولوها، أنا رجلي اتكسرت لأن في حاجة مسكت رجلي وضغطت عليها لحد ما كسرتها. وإلى تجربة تانية، مش هحكي عن تجربة حقيقية، لكن هحكي عن الحالة الغريبة والحاجات اللي حصلت مع أمي. أنا اسمي هند من مواليد الأليوبية. القصة كلها تخص الست الوالدة، أمي مواليد 1954، كانت توأم وتولدت ضعيفة، كان متوقع أنها تموت وأختها هي اللي تعيش. بس اللي حصل أن بعد 40 يوم الأخت اللي ماتت وأمي عاشت، ودي كانت حاجة غريبة بالنسبة لجدي. بعد مرور 4 سنين كانوا متعودين في الأرياف إن هم ينظفوا المقابر ويشيلوا العظم علشان يوسعوا المكان زي ما حضراتكم عارفين. أمي راحت مع جدي وأهل للبيت، وأول ما فتحوا التربة وأمي شافت العظم وقعت على الأرض وجالها حمى شديدة 10 أيام، وجالها مرض في رجليها لمدة شهر ونص بعد الحمى. جدي بعدها كانت الشيوخ بتقوله لازم ينقل من البيت لو عايز بنته ترجع تقف على رجليها من تاني، لأن أمي فضلت موضوع رجليها ده مأثر عليها مدة طويلة. جدي ما كدبش خبر واشترى بيت كان مقفول وصحابه قافلينه من زمان ومحدش راضي يروح، اضطر يوافق وقال البيوت بيوت ربنا. مع أول ليلة ناموا فيها في البيت، أمي كانت بتشوف البيت بينور جامد وبتقول النور اللي بينور في البيت نور أخضر، ولما حكى للناس قالوا له عمار البيت فرحانين بوجودكم ما تخافوش. بعد الموقف ده بمدة بسيطة أمي كانت نايمة في نص الليل، حد ضربها بالقلم على وشها، مع العلم أنها كانت نايمة مع أبوها وأمها في نفس الأوضة ومفيش حد تاني. سرعت وصوتت، ولما أبوها سألها في إيه لقى علامات فعلا ضرب على وشها، والغريب أنها كانت علامات إيد طفل على فكرة.
أو إيد صغيرة قوي. جدي راح للشيخ وقرى الشيخ عليهم قرآن لحد ما هديت. مر كمان سنتين وبقى عندها يجي 7 سنين، وفي يوم كانت رايحة لأبوها الأرض في منطقة معروفة عندنا اسمها ساقية القتيل. وسبب التسمية دي بيقولوا إن في ناس كانوا بيفجروا بير وخلاص بينتهوا منه، اتردم عليهم وماتوا كلهم هناك. الله أعلم ده حقيقي ولا مش حقيقي. المهم يا يونس، بعد لما أمي وصلت كان في موسم زراعة الذرة، لقيت فجأة أرانب في منتهى الجمال عاملين يجروا في الذرة. فضلت تجري وراهم وتعبيهم في الجلابية اللي كانت لابساها. لما حجرها اتملى بيهم لأنهم كانوا صغيرين، بصت لقيت نفسها دخلت في الذرة مسافة كبيرة. كان وقت القيلولة، حاولت ترجع لقيت قدامها ترعة مية. بتبص على حجرها والأرانب اللي فيه، اكتشفت ان الارانب ما هي الا طوب. فضلت تايهة وتدور على مكان لمدة طويلة لحد ما جدي لقاها في الاخر وفضل يزعق لها ومنعها تروح اي حتة تاني لوحدها. من وقت للتاني كانت بتشوف خيالات لاشخاص ماتوا بالفعل في الاماكن المظلمة لما تقف في مكان ضلمة، والموضوع كان بيقل كل ما بتكبر. لحد دلوقتي امي معاها خيط لفها على ايدها الشمال، بتقول ان جالها رؤية في مرة ان حد ادهولها في الرؤية وقال لها ده اللي هيحفظك، وصحيت من النوم والخيط ملفوف على ايدها. احمد بيقول من حوالي 5 شهور كنت في مستشفى في القاهرة انا وجوز اختي علشان بنته كانت في الحضانة. المهم كانت الساعة 2:30 بالليل وكنا عايزين رقم المستشفى علشان نبقى نتصل نطمن. قلت لجوز اختي طب اطلع انت دور العربية وانا هجيب الرقم. كنت وقتها واقف في مدخل المستشفى، ما فيش حد واقف غير عمال النظافة. سألت واحدة من هناك وبقول لها اخد الرقم منين، قالت لي خده من الريسبشن اللي في الدور الزيرو. انا لحد دلوقتي مستغرب ازاي ريسبشن في الزيرو مش في مدخل المستشفى، مع ان في ريسبشن عادي في مدخل المستشفى. المهم نزلت، لما نزلت لقيت فعلا ريسبشن ولقيت ناس كتير، واتضح انها غرفة الطوارئ، ولقيت الناس كلها مش بتبص لي ولا مركزين معايا كأن انا شفاف مثلا، والناس في حاجة كده زي الاستعجال. سألت واحد بقول له عايز رقم تليفون المستشفى، قال لي لا ده ريسبشن للحالات، وسابني ومشي. شفت ممرضة مخضوضة ومتوترة بس كبيرة في السن، بقول لها عايز رقم المستشفى، قالت لي بحرف الواحد تعالى ورايا. فضلت ماشي وراها وبعدين شاورت لي على الممر وقالت لي امشي لحد اخر الممر ده وادخل شمال هتلاقي ريسبشن. فضلت ماشي وانا متخيل ان انا هلاقي نفسي دخل على مبنى جديد او حاجة جديدة، لكن لما خلصت الممر لقيتني دخلت على ممر تاني ضلمة واخره في باب معدني مفتوح من الجنب. دخلت الممر ولما وصلت للباب وبص لقيت ايه المكتوب، لقيت مكتوب المشرحة. اتخضيت، سمعت صوت جاي من جوه بيقول ادخل يا احمد. مجرد ما سمعت اسمي بيتنطق من جوه حسيت ان انا هفقد الوعي من الرعب. طلعت اجري من المكان وما بصش حد، ما ببصش حتى ورايا. عرفت بعد كده اوصل للاستقبال اللي كان في منطقة تانية خالص، بس لحد دلوقتي مش لاقي تفسير لا اللي ودتني للمشرحة ولا للصوت اللي ناداني من جوه، ولا ازاي انا روحت هناك ومين كان عايزني اروح هناك وعايزني اروح ليه. لو عايز تحصل على كتاب خبايا سهل جدا انك تحصل عليه ويجيلك لحد البيت، تقدر تتصل على الارقام اللي هقولها لك. وكتاب خبايا هو كتاب رعب وهيصدر شهريا من كتابة العبد لله. الرقم هو 010-10-70-77-00 010-10-70-77-00 010-6184-1655 010-6184-1655. الأرقام دي أرقام التوصيل وهيدلوك برضو على معلومات كتير لأماكن التوزيع الموجود فيها كتاب خبايا. صديق من أحد الدول العربية الشقيقة بعت التجربة بتاعته دي لينا وبيقول لي فيها قصتي حقيقية أقسم بالله، حصلت معايا في جبل بيبعد عن بيتنا حوالي 3 كيلومتر. كنت زمان بسمع حكايات كتير عن الجبل ده وبصراحة ما كنتش بصدقها، لحد ما اتفقت مع مجموعة من صحابي في مرة اننا نروح هناك ونعمل تخييم هناك. وبالمناسبة التخييم في الجبال عادة ده منتشر عندنا وبتعتبر شيء ممتع انك تقضي الليل في البر زي ما بنقول عندنا. المهم قلت لأهلي ان انا رايح مع صحابي وتجاهلت اقول اسم المكان، وقررت ان انا اسبق صحابي واطلع الجبل لوحدي. بدأت التجهيز وأخدت الحاجات المعتادة في الرحلات دي، خيمة صغيرة وكشاف وأكل ومية وعدة إسعافات طبية. خرجت من البيت ووصلت الجبل المغرب، كانت الشمس قربت تختفي. وقفت العربية وطلعت الجبل لحد ما وصلت النصه، فقررت إن أنا هقعد هنا. ثبت الخيمة وشغلت الكشاف اللي معايا وولعت شعلة النار وقعدت أدفى.
مر ساعة وبعدين قلت لنفسي أنا مش هستفيد حاجة من القعدة في الخيمة. أخدت كشاف بتاعي وخرجت استكشف الجبل. ما كنت شايف حاجة بسبب الضلمة الشديدة، ويدوب نور الكشاف اللي معايا هو اللي منور يدوب متر قدامي. بدأت وأنا ماشي أحس إن أنا مش ماشي لوحدي، حسيت إن أنا بتخيل يمكن، لكن بدأت أسمع صوت فعلا خطوات. بصيت ورايا وحركت الكشاف يمين وشمال، مفيش حاجة، مش شايف حاجة. خفت، رجعت ناحية الخيمة تاني. لما وصلت ما لقيتش الخيمة، والنار اللي كانت متولعة هناك مطفية. خفت أكتر، نزلت من الجبل حاسس إن التفكير واقف من الخوف. لقيت قدامي فتح كبير، حمدت ربنا إن أنا ما وقعتش، وخصوصا إن الدنيا ضلمة. لمحت مجموعة ناس ماشية في صف ورا بعض، ستات ورجالة وأطفال. مشيتهم مريبة مخيفة، منظمين بشكل يقلق، مستحيل يكونوا بني آدمين. فضلت واقف لا عايز اتحرك قدام ولا ورا لحد ما يتحركوا، وتحركوا فعلا من قدامي، وفضلوا ماشيين ومنتهى الهدوء، وعدوا ومروا مرور الكرام ومشيوا. جريت على العربية بعدها واخدت نفسي ورجعت البيت، وانا عمال اقرأ قرآن طول الطريق لحد ما وصلت. تاني يوم حكيت لجدتي اللي حصل، لاني خفت احكي لابويا وامي. جدتي قالتني ان البير اللي انا كنت عنده كانوا اهل القرية زمان بيرموا فيه ضحايا الحرب اللي بيموتوا او يتقتلوا، لأن ما كانش في وقت يحفروا قبور ويدفنوا فيها، والمشي اللي انت شفته ده كان حاجة زي مراسم الجنازة أو الطقوس أو حاجة هم ماشيين بعد أو قبل الدفن. عبد الرحمن، تعالوا نشوف عبد الرحمن بيقول إيه في تجربته النهاردة. زمان وأنا يمكن عندي 10 سنين كنت متعود أنا واثنين من صحابي إننا نخرج ونسهر يعني برا كده ونرجع. هتقولوا لي كنت صغيرة، اقول لكم عادي، الاطفال عندنا في المنطقة بتاعتنا كانوا بيخرجوا كده عادي. كنا نحب نختصر الطرق وندخل من طريق مختصر، الطريق ده كان اسمه بين الجبانة، بين المقابر يعني. ما كانش بيخوف الموضوع، وخصوصا ان احنا بنفضل نضحك ونهزر. وفي يوم واحنا راجعين وماشيين بين المقابر، كانت الساعة 12 بالليل يمكن، سمعنا صوت جاي من قبر. القبر ده كان دورين، مش دور واحد زي باقي القبور. قلنا ده كلب ولا ايه؟ الصوت علي وزاد، خفنا جرينا. واحنا بنجري واحد من الشلة قال يا خبر اسود، بصوا وراكوا شوفوا في ايه. انا بصراحة بصيت لمحة علشان اشوف في ايه، لقيت مكان ما احنا كنا بنجري وقدام القبر واقف واحد طويل قوي، واقف قدام القبر كأنه بيقرأ قرآن. الله أعلم الواحد ده بني آدم مش بني آدم، إحنا ما استنيناش وطلعنا نجري. فضلت مدة بعد الموقف اللي حصل ده خايف أخرج حتى من باب البيت. أنا لما كبرت وقريت عرفت إن ده فعلا لا مش بني آدم، وإحنا اقتحمنا حاجة مش المفروض إن إحنا نقتحمها، ومشينا في مكان مش مسموح لينا إن إحنا نمشي في التوقيت ده فيه أصلا، واللي يمكن نجدنا ان احنا كنا اطفال مش مكلفين. يمكن لو كنا كبار او بالغين او حاجة كنا اتأذينا. اسماء بتقول انا ما بعرفش اكتب كويس، بس انا هحكي اللي حصل معايا، ومش ليه انا بس، لكن ليه ولعيلتي كمان. صحينا في يوم على مصيبة، الشقة اللي في وشنا على طول صاحبها قتل مراته. رعب رعب يا يونس، وخوف، الفكرة نفسها تخوف. ولما الشرطة جات وبدأت في التحقيقات أنا كنت واقفة في البلكونة وشفتهم هم شايلين الجثة وبيدخلوها عربية الإسعاف. الشقة اللي حصل فيها الجريمة اتقفلت، ومعظم السكان سابوا العمارة، قالوا لحد ما الأمور تهدى، لأن وجود الشرطة كل شوية ده يعني كان تعب الكل، والفكرة نفسها تخوف. أما بالنسبة لينا فإحنا قاعدين في شقتنا عادي. في يوم كنت قاعدة لوحدي أنا وأختي، وكانت هي نايمة، وماما وباقي إخواتي كانوا بيحضروا فرح ناس من معارفنا وباتوا هناك، وانا رفضت، مليش مزاج اروح، واتلككت بصراحة وعملت ان انا تعبان انا واختي، وقلنا ايه مش هنروح. كانت الساعة 1 بالليل، وبابا اتصل وقال انه جاي النهاردة، وانا كنت فرحانة ومستنياه، وقلت له انا هصحصح واستناك لحد ما ترجع. حطيت لب ونسكافيه وقعدت قدام التلفزيون اتفرج على فيلم لحد ما بابا يجي. بعد ساعة سمعت صوت خبط على الباب، وسمعت ابويا بيقول لي افتحي يا اسماء.
قمت وجريت عشان افتح، ببص زي ما تعودت عادي يعني حركة لا إرادية من العين السحرية، ما لقيتش حد، ما لقيتش بني آدم. وقفت، وفي إيه؟ فغصب عني قلت له بابا أنت جيت؟ لقيته بيرد وبيقول لي أيوة يا حبيبتي افتحي الباب، بس أنا مش شايفاك يا بابا، أنت فين؟ ما أنا واقف على السلم عشان الشنط تقيلة. العين السحرية على فكرة بتجيب درجات السلم اللي طالعة على الباب، مفيش حد واقف على الباب. رجعت وقفت بعيد عن الباب، لقيت الباب خبط مرة واثنين وتلاتة، قمت رايحة مشغلة قناة المجد في التلفزيون ومعلية الصوت على الآخر. بعدها بساعتين بابا رجع وقال لي أنا لا جيت ولا خبطت، وكويس قوي إنك ما فتحتش الباب. بفكركم ان لو عايز تحصل على كتاب خبايا، الكتاب الاول وكتاب خبايا هو كتاب شهري، كتاب رعب شهري ان شاء الله يكون عند حسن ظنكم. صفحة كتاب خبايا على فيسبوك اسمها خبايا مع احمد يونس، الصفحة اسمها خبايا مع احمد يونس على فيسبوك. لو عايز تطلب الكتاب ويجي لك لحد البيت، الارقام هي 010-10-70-77-00 010-618-41-655 010-10-70-77-00 010-618-41-655 بفكرك كمان ان في برنامج خبايا على قناة احمد يونس على يوتيوب موجود، هتكتب خبايا مع احمد يونس هتلاقي 5 حلقات، خبايا 1 و2 و3 و4 و5. كمان في قصة رعب لعن التجانة، دي القصة رعب اللي فاتت، كمان هتلاقي رعب الاستدعاء الاسود، ودي قصة رعب حصريا على قناة احمد يونس على يوتيوب. وكمان هتلاقي تجارب حقيقية مجمعة موجودة على قناة أحمد يونس على يوتيوب، وهتلاقي الاختيار المميت، وهتلاقي كمان من أنا، وهتلاقي شبيه نادر فوق. رحمة بتقول أنا الحمد لله من أسرة كويسة وكل الناس بتقول إن أنا جميلة، وخصوصا إن أنا بهتم بنفسي، بشتغل في شركة قطاع خاص بمرتب الحمد لله كويس. وفي يوم كنت راجع من الشغل، وأول لما دخلت أوضتي لقيت شخص قاعد على الأرض وبيبصلي، فضلت أبصله وأنا بترعش. الشخص ده ما كانش إنسان، كانت بصته غريبة وعينيه زي عينين القطط. صرخت بعلو صوتي وأغمى عليا. لما فقت لقيت نفسي على السرير، وعرفت من أمي إن هما لقوني مغمى عليا قدام باب الحمام. حكيت لها على اللي حصل، فقالت لي اقرأ القرآن وصلي، أنت مش منتظمة في صلاتك. بس الصراحة بقيت لما أسمع صوت القرآن أحس إن أنا بتضايق، بتخنق، حاجة بتوجعني، جسمي كله بيوجعني، وأحس إن في ضربة على ظهري. بمرور الأيام بدأت أحس بحد حواليا مش شايفاه، ولما كنت اصحى من النوم كنت الاقي نفسي عرقانة جدا وايديا متعورة او متخربشة الحقيقة، يعني مش متعورة، ولاقي شعر مش شعري موجود على السرير. بدأت اشوف الشاب اللي شفته قبل كده بيظهر لي في الاحلام، يفضل يقولي كلام مش مفهوم، كأنه بيطلب مني حاجة وانا بلغة تانية انا مش فهماها. وفي مرة قرب ناحيتي ومد ايده على دماغي وعلى وشي ولمسني. مرة تانية كنت قاعدة في قطي، فجأة لقيت حد سحبني جامد من رجلي، شديت رجلي بسرعة، ولما نمت ليلتها شفت الشاب ده واقف بس ظاهر على هيئة خيال اسود، ومش باين منه غير عينيه ولونها أبيض من غير سواد. بعد كده كان كل ما يتقدم لي حد ويحصل قبول بينا يروح وما يرجعش، وأحيانا كان العريس يوافق عليا، لكن فجأة حس بكراهية غريبة ونفور منه. حتى في أحد المرات حصل خطوبة واستمرت مدة بسيطة، خلال المدة دي حصل مشاكل رهيبة لدرجة ان خطيبي مد ايده عليا وضربني، وبعدها كلمني في التليفون وكان منهار من العياط وبيقولي انا معرفش عملت كده ازاي، انا في حاجة هي اللي اتحكمت فيا وخلتني اعمل ده. امي وخالتي خدوني ورحنا لواحد من المعالجين، كان بعيد عننا، كنت خايف وانا رايحة بصراحة. دخلت عليه انا وخالتي وفضلت ساكتة وسبت خالتي هي اللي تتكلم. الشيخ قال ده جن عاشق، وحط ايده على راسي وفضل يقرأ ايات معينة، وفضلت اترعش وجسمي يتنفض، واداني ازازة فيها زيت وطلب مني ادهن بيها جسمي كل يوم بعد صلاة العصر، واداني ازازة فيها مية وقال لي هستحمى بيها، والمية اللي هتنزل منها ما تترميش في الحمام وتترمي في زرع او في جنينة. مر كام يوم بعد الجلسات دي وعملت اللي قال عليه وحسيت بتحسن، لكن انا لحد دلوقتي الآن وخايف ارتبط،
خايفة يحصل أي مشاكل تاني، لأني أحيانا لسه بسمع اسمي حد بينادي عليا وأنا صاحية وأنا نايمة. خلصت تجربنا النهاردة، وخلص كلام معلمين على الراديو 9090. شكرا للي تابعونا، ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم، سعدنا بوجودنا معاكم، ويا رب نكون أسعدناكم ورعبناكم. نسأل سؤال، انتوا المرة اللي فاتت سألنا وقلنا عايزين ايه في الحلقة اللي جاية، فقلتوا عايزين تجارب. طيب انا أسألكم سؤال معلش، وإجاباتكم بتفرق معايا. في الكومنتات الموجودة على البوست بتاع كلام معلمين الموجود على صفحة راديو 9090، قولوا لنا عايزين ايه الحلقة اللي جاية. هل عايزين ملفات سرية؟ هل عايزين قصة رعب؟ ام عايزين تجارب مرة تانية؟ اللي انتوا هتطلبوه احنا علينا التنفيذ، لان اوامركم تجاب وتنفذ. محب الرعب لينا جروب على فيسبوك اسمه عيلة احمد يونس، الجروب اسمه عيلة احمد يونس. خلي بالك انه في فوق 146,000 وانت بتنضم ليه، علشان في جروبز تانية دي مش حقيقية وما تخصنيش من قريب او من بعيد. عايز افكركم ان كتاب خبايا موجود دلوقتي في المكتبات وممكن يوصل لك لحد البيت. كتاب خبايا هو الكتاب الاول، وهو بعنوان فرشة الموت. طيب تحصلوا عليه ازاي ومن فين وهكذا؟ خلينا اقولك. للطلبات تقدر تتصل على رقم 010-10-70-7700 010-10-70-7700 او رقم 010-618-41655 010-618-41655. أماكن البيع والمنافذ موجود في دار سما للنشر والتوزيع، 15 شارع يوسف الجنيدي باب اللوق، بجوار مول البستان الدور الرابع. موجود في كافيه المعلم، 5 عثمان بن عفان، متفرع من شارع جزيرة العرب المهندسين. موجود في بيت الكتب بجميع الفروع. موجود كمان في جميع فروع أخبار اليوم، جميع فروع دار المعارف، جميع فروع مكتبة الأهرام، في المقطم ومترو الشهداء، وفرع مترو الدقي للأهرام، وفرع البحوث في مكتبة الأهرام، ونادي الجزيرة والغردقة، وفرع النادي الأهلي وفرع النادي الأهلي في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد. كمان موجود في مكتبة الأهرام فرع نادي المعادي ووادي دجلة، وفرع نادي الصيد القطمية، وفرع نادي الشمس، وفرع نادي الزهور. وكمان موجود في جميع فروع مكتبة الديوان، وجميع فروع مكتبة الشروق، ومكتبة إبداع، ومكتبة أقلام عربية، ومكتبة مدبولي، ومكتبة أديب في جسر السويس وعباس العقاد، ومكتبة مايكروفون في الدقي في القاهرة، وموجود في القومية للتوزيع، وموجود في مكتبة رواية في الطلبية في فيصل، موجود في بوكس بايك في إرحاب ومدينتي، مكتوب موجود في مكتبة جدل في الهرم، ومكتبة الفيروز في حدائق المعادي، والكتبجية في المعادي، ومكسيم التجمع الخامس، وعصير الكتب في المنصورة والزقازيق واسكندرية. كتاب خبايا رقم 1 موجود في مكتبة بيت الكتب فرع كامب شيزار الاسكندرية، وفرع جليم اسكندرية، ودكان الكتب في محطة الرمل في اسكندرية. كتاب خبايا 1 موجود في مكتبة حورس الدولية في اسكندرية، ومكتبة سديم الاسكندرية، ومكتبة الصحافة، وومضة بأسيوط والمنيا، ومكتبة إدراك بالمحلة وطنطا، ومكتبة المصرية اللبنانية بالزمالك، ومكتبة البلد في وسط البلد، ومكتبة الكتبجية في المعادي. كتاب خبايا هو الكتاب الأول لسلسلة خبايا، وهي سلسلة شهرية. الكتاب عبارة عن قصص رعب حدثت بالفعل ليا أنا شخصيا وليكم أنتوا كمان، وكمان للمشاهير. والكتاب بيتضمن مسابقة شهرية، والمسابقة بتكون جوائزها الفايز الأول بيحصل على 500 جنيه، والفايز الثاني 500 جنيه، والفايز الثالث بيحصل على مجموعة نادر فودة الكاملة، ومجموعة من كتب الرعب أيضا هدية موقعة مني. كمان في صفحة لخبايا على فيسبوك بالعربي اسمها خبايا مع أحمد يونس. مواعيد برنامج كلام معلمين كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2، مواعيد برنامج صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من الساعة 7 للساعة 9 صباحا، مواعيد برنامج أتوبيس السعادة كل يوم حد الساعة 11 بالليل على قناة DMC التلفزيونية. شكرا وتصبحوا على ألف خير.